النهارده ذكرى ميلاد الفنانه صفيه العماري، واحده من نجمات الدراما والسينما المصريه واللي تركت بصمه مميزه جدا في معظم الاعمال اللي قدمتها، خاصه دور نازك هانم السلحدار في مسلسل ليالي الحلميه وهوانم جاردن سيتي وكمان فيلم البيه البواب. قدمت طول مشوارها الفني اكثر من 100 فيلم وعمل درامي. في ذكرى ميلاد صفيه العماري خلينا نشوف هذا التقرير. اليوم هو ذكرى ميلاد الفنانة صفية العمري، واحدة من نجمات الدراما والسينما المصرية التي تركت بصمة مميزة لدى جمهورها. ولدت صفية العمري في مدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة. اكتشفها المخرج الكبير رمسيس نجيب وقدمها لأول دور سينمائي خلال السبعينيات من القرن الماضي. انت ما اتخلقتش عشان تعيش في وسط دول، حاجة تانية خالص، لازم تعيش. وخلال مسيرتها الفنية الحافلة قدمت الفنانة الكبيرة صفية العمري ما يزيد عن 100 عمل فني تنوعت فيما بين التلفزيون والسينما، ولعل أهمها دور نازك هانم السلحدار بمسلسل ليالي الحلمية. شوف المرحوم بابا ساب له فلوس قد إيه وفاضل معاه دلوقتي إيه؟ مفيش، كله راح على ارتستات رود الفرج واللعب في التيرو والسفر للصرمحة كل سنة في أوروبا. تم اختيارها من قبل الأمم المتحدة لتكون سفيرة للنوايا الحسنة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في عام 1997، إلا أنها اعتذرت عن هذا المنصب في عام 2006 بعد الحرب التي نشبت في لبنان. اشربوني ميرسي ولا حاجة. أيوة مظبوط بسمة. 2 عصير. شاركت الفنانة صفية العمري في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم العذاب فوق شفاة تبتسم، على باب الوزير، الحرفيش، البيه البواب، والمهاجر. رام بقاله أيام بيلف رمل ويفوته من صوابعه كده ويجري جري عند الشجرة المسحورة يخبط دماغه في الأرض ويبرطم بكلام غريب. كما شاركت في العديد من المسلسلات، من أبرزها مسلسل أحلام الفتى الطائر، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، وأوبرا عايدة. دلشويش عليا يا هارون، أنا بكرة الحقيقة مش عارفة مواعيدي. بكرة في ميعاد مع دكتور السنان ومعز الديكور. أنا أسفة، ممكن نخليها بقى بعد.